بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا بارك الله فيكم في الدرس الماضي إلى طهارة دائم الحدث، وتحديدا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم، وكذا غسل الفرج. إلى هنا صح؟ قال المصنف الفقيه العلامة المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة: ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم. قوله ويجب أي بعد دخول الوقت، قوله ويجب أي بعد دخول الوقت، وقوله عليه أي على دائم الحدث كالمستحاضة. الوضوء لكل فرض كالتيمم، قوله الوضوء لكل فرض ولو كان منذورا، كأن نذر أن يصلي صلاة، فلا يجمع بين فرضين بوضوء واحد، كما أن المتيمم لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. قال ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم. وقوله هنا ويجب عليه الوضوء، الوضوء أي بنية استباحة الصلاة، فلا ينوي رفع الحدث، كما سيأتي معنا في درس اليوم عندما نتكلم في فروض الوضوء. قال ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم، وكذا غسل الفرج، أي يجب على دائم الحدث كالمستحاضة أن يغسل فرجه ليزيل النجاسة، وإبدال القطنة التي بفمه، أي التي بفم الفرج، إبدال القطنة التي بفم الفرج. قال والعصابة، أي وإبدال العصابة، فقوله والعصابة معطوف على قوله والقطنة، أي وإبدال القطنة وإبدال العصابة، وإن لم تزل عن موضعها، وعلى نحو السلس مبادرة بالصلاة. قال وعلى نحو السلس أي من دائم الحدث كالسلس والمستحاضة مبادرة بالصلاة، أي أنه يبادر بالصلاة بعد التطهر، فلا يجعل فاصلا بين تطهره وصلاته، فإن أخر الصلاة بعد التطهر ننظر، إن كان تأخير الصلاة لمصلحة الصلاة فإن هذا لا يضر، وإن كان التأخير لغير مصلحة الصلاة فإنه يجب عليه إعادة ما سبق. واضح؟ إعادة غسل الفرج وإعادة التعصيب وإعادة الحشوة للفرج وإلى آخر، إعادة الوضوء إلى آخر. أما إذا كان التأخير بسبب مصلحة الصلاة، مثل تحصيل شرط من شروط الصلاة كستر العورة، أو ينتظر الجماعة أو نحوهما، فهذا لا يلزمه شيء. وخلاصة الكلام بارك الله فيكم حتى يكون عندنا تصور تام عن الموضوع، أن المستحاضة كمثال لدائم الحدث، المستحاضة لها حالتان. الحالة الأولى إذا علمت أنه في وقت ما ينقطع الدم، علمت أنه في وقت ما ينقطع الدم، وسيكون انقطاع الدم قبل خروج وقت الصلاة، فحينئذ يلزمها أن تنتظر
إلى ذلك الوقت لتصلي في ذلك الوقت. واضح؟ يلزمها أن تنتظر إلى ذلك الوقت لتصلي في ذلك الوقت. هذه الحالة الأولى وهي واضحة. أما الحالة الثانية، إذا لم يكن ذلك، يعني لم تعلم أنه في وقت ينقطع الدم، فحينئذ يلزمها أمور، يلزمها أمور. الأمر الأول غسل الفرج، واحد. اثنين، ويلزمها حشوه بقطنة أو نحوها، حشو الفرج بقطنة أو نحوها، واضح. والأمر الثالث يلزمها التعصيب، أي أن تعصب الموضع، واضح، أن تتحفظ. والأمر الرابع يلزمها المبادرة إلى الصلاة. كم هذه أمور؟ أربع أمور. لكن انتبه معي، هذه أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة تلزمها متى؟ تلزمها بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت لكل الأمور. يعني لو أنها مثلا غسلت الفرج وحشت القطنة قبل الوقت لا يجزئ ذلك، كل هذه الأمور الأربعة تكون بعد دخول الوقت. هذا واحد، يلزمها غسل الفرج ويلزمها حشوه بقطنة وجوبا، وجوبا يعني يجب ذلك. متى يجب ذلك؟ إذا لم تكن صائمة، لأنه مر معنا في دراسة الصيام أن دخول شيء من القبل أو الدبر يبطل الصيام. إذا لم تكن صائمة ولم تتأذى، أما إذا تأذت فلا يجب عليها، واحتاجت إلى ذلك، أي بأن كان الدم يسيل، واضح. فبهذه الشروط الثلاثة يكون حشو القطنة واجبا. إذا متى يكون حشو القطنة واجبا؟ إذا لم تتأذى ولم تكن صائمة واحتاجت إلى ذلك. طيب، حشت القطنة في الفرج، هل يكون التعصيب واجبا؟ نقول يكون التعصيب واجبا إذا احتاجت إلى ذلك، إذا احتاجت إلى ذلك. يعني مثلا الدم ما زال في الاستمرار، ما زال يسيل الدم، نقول تحتاجين إلى التعصيب، واضح. والتعصيب يكون بالصفة المعروفة عند النساء، اليوم في أمور جاهزة للنساء. ثم المبادرة إلى الصلاة، هذه المبادرة إن أخلت بها، لم تبادر، إن أخلت بالمبادرة فلها حالتان، إما أن يكون تأخيرها لمصلحة الصلاة، هذه الحالة الأولى، وإما أن يكون تأخيرها لغير مصلحة الصلاة، هذه الحالة الثانية. فإن كان التأخير لمصلحة الصلاة كتحصيل شرط من شروط الصلاة كستر عورة أو لنحو انتظار جماعة أو لنحو ذهاب إلى مسجد، واضح، فإن هذا لا يضر. وأما إذا كان لغير مصلحة الصلاة كأكل، بعد أن فعلت هذه الأشياء جلست تأكل، واضح، فإن هذا يضر ويلزمها إعادة ما سبق، يلزمها إعادة ما سبق. هذا بيان لتطهير المستحاضة في المذهب الشافعي. في المذاهب الأخرى يوجد خلافات ويوجد يعني أقوال أخرى تخالف المذهب الشافعي، لكن هذا تقرير المذهب الشافعي. مثلا في مذهب المالكية يقول لك فقهاء المالكية يجوز أنها تقدم هذه الأمور على الوقت، يمكن أنها تقدم هذه الأمور قبل دخول الوقت، في المذهب المالكي ممكن. مذهب الجمهور ومنهم الشافعية لا يمكن إلا بعد دخول الوقت، لأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورة، وقبل دخول الوقت
لا ضرورة إلى ذلك. واضح؟ إذن هذا ما هو يعني هذا تقرير طهارة المستحاضة. نعيد قراءة كلام المصنف بعد أن بينا الضمائر التي في كلامه. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه، أي ويجب على دائم الحدث، الوضوء لكل فرض كالتيمم، فلا يجمع بين فرضين بطهارة واحدة. وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه. يعني نفترض أن المستحاضة قد عملت قطنة وصلت فرضا، نقول إذا تريدين أن تصلي فرضا آخر يلزمك أن تستبدلي القطنة، يلزمك أن تستبدلي القطنة. والعلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى يقول: إنما يجب استبدال القطنة إذا تلوثت، إذا تلوثت بالدم. ومفهوم كلامه أنها إذا لم تتلوث بالدم فلا يجب إبدالها. واضح؟ قال: وإبدال القطنة التي بفمه والعصابة، أي وإبدال التعصيب، تمام، وإن لم تزل عن موضعها. ثم قال: وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة، فلو أخر لمصلحتها، لمصلحة من؟ لمصلحة الصلاة. فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة، وإن أخرت عن أول الوقت، حتى وإن أخرت الجماعة عن أول الوقت، فلم تصلى الصلاة الظهر مثلا في أول وقتها بل في وسط وقتها أو في آخره، أو لم تصلى صلاة الجمعة في أول وقتها وإنما صليت في أثناء وقتها، واضح؟ فلا بأس، لأن هذا تأخير لمصلحة الصلاة لا يلزمه إعادة ما ذكر. واضح؟ قال: وإن أخرت عن أول وقتها وكذهاب إلى مسجد لم يضره، أي لا يضر هذا دائم الحدث. إذا انتهينا من هذا بارك الله فيكم. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على شروط الوضوء وذكر أنها خمسة، وطبعا هي ليست خمسة فقط، هي أكثر من خمسة، لكن هو ذكر خمسة واقتصر عليها، فنكتفي بما اقتصر عليه. وإلا من أراد التوسع في شروط الوضوء أو شروط الطهارة يمكن أن يراجع ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بعض كتبه كتحفة الطلاب، وأيضا صاحب الياقوت النفيس. قال هنا: وفروضه ستة، فروض الوضوء ستة. هذا يكاد فقهاء الشافعية يعني يطبقون، يتفقون على عدها ستة، يعني بينما نواقض الوضوء أحيانا بعضهم يعدها خمسة وبعضهم أربعة، لكن في فروض الوضوء كلهم يقولون ستة. قال: وفروضه ستة. وقوله وفروضه ستة، المراد بالفروض هنا الأركان. وقد عرفنا الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء منه، ما يتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء منه. فالمراد بالفروض هنا الأركان، لكن الفقهاء يتفننون في العبارات. في الصلاة يقولون أركان الصلاة، في الوضوء لا يقولون أركان الوضوء، وإنما يقولون فروض الوضوء، تفنن في العبارات، وإلا نفس المصطلح، هناك فروض وهنا أركان. قال: وفروضه ستة. قوله وفروضه ستة، سواء كان الوضوء وضوءا لسليم أو لدائم الحدث، فالفروض ستة، سواء كان الشخص سليما أو كان الشخص ذا حدث دائم فإن الفروض ستة لا يختلف. أربعة من هذه الفروض ثابتة بالقرآن الكريم، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، واثنان ثابتان بالسنة وهما النية والترتيب. قال: أحدها نية وضوء. هنا قال أحدها، وبعد ذلك سيقول وثانيها في الشرح. ها؟ قال هنا أحدها، بعد ذلك يقول ثانيها، يعني كان الأولى إذا يقول
ثانيها يقول أولها، أولها ثانيها، صح؟ يعني من باب الفنيات في العبارة، ليس خطأ، لكن الإنسان لما يقول ثانيها وثالثها متوقع أنه يقول في البداية إيش؟ أولها، أولها وثانيها وثالثها، صح؟ إذا كنت تقول أحدها ولا يمكن يعني لا بس، لكن لعل الأولى أن يقول ماذا؟ أولها، تمام؟ قال وفروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم الحدث. انتبه معي، ماذا ينوي؟ قال ينوي إذا توضأ ينوي الوضوء، الوضوء هكذا مجردا بدون فرض الوضوء، يعني لا يشترط أن تستحضر الفرضية، واضح؟ ينوي الوضوء يكفي، ينوي أداء فرض الوضوء يكفي، واضح؟ بل هذا أفضل، لأنه إذا نوى الوضوء حصل خلاف، والمعتمد أنه يكفي، واضح؟ الأفضل أن ينوي أداء فرض الوضوء أو ينوي رفع حدث. طبعا ينوي رفع حدث هذا في حق السليم، أما من كان حدثه دائم لا ينوي رفع الحدث، لأن دائم الحدث حدثه لا يرتفع، يعني المرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار لا تنوي رفع الحدث، كيف تنوي رفع الحدث وهي متلبسة بالحدث، واضح أو لا؟ إذن نية رفع الحدث تكون في حق من؟ في حق السليم، أما من كان حدثه دائم لا ينوي رفع الحدث. طيب ماذا ينوي؟ نقول ينوي استباحة الصلاة، واضح؟ ينوي استباحة الصلاة. انظر ماذا قال، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم الحدث. قوله لغير دائم الحدث هذا يرجع إلى العبارة الأخيرة، إلى قوله أو رفع حدث، واضح؟ لا يرجع إلى الوضوء ولا يرجع إلى أداء فرض الوضوء، يعني هو ذكر لك ثلاث كيفيات، إما أن ينوي الوضوء أو ينوي أداء فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث، ثم قال لغير دائم الحدث. قوله لغير دائم الحدث يعود إلى الثلاث أو يعود إلى هذا فقط؟ يعود إلى هذا فقط، فدائم الحدث لا ينوي رفع الحدث، لكن هل دائم الحدث يمكن أن ينوي أداء فرض الوضوء؟ نعم يمكن. دائم الحدث هل يمكن أن ينوي الوضوء؟ نعم يمكن. إذن دائم الحدث يمكن أن ينوي الوضوء، يمكن أن ينوي أداء فرض الوضوء، لكن لا يمكن أن ينوي رفع الحدث، فهمنا؟ فقوله هنا لغير دائم الحدث يعود على قوله أو رفع حدث. ثم قال حتى في وضوء المجدد. الآن هذه مسألة جديدة، مسألة أخرى. إنسان متوضئ يريد أن يجدد الوضوء، ماذا ينوي؟ قال له إذا كنت تريد تجديد الوضوء يمكن أن تنوي هذه النيات الثلاث. ما هي النيات الثلاث؟ قال يمكن إذا أردت التجديد أن تنوي الوضوء، واحد، وإذا أردت التجديد يمكن أن تنوي أداء فرض الوضوء، اثنان، ويمكن أن تنوي رفع الحدث، واضح؟ ثلاثة. طيب هو مجدد أو غير مجدد؟ هو يريد التجديد. طيب الذي يريد التجديد حدثه مرتفع أو لا؟ حدثه مرتفع، كيف ينوي رفع الحدث؟ هنا الإشكال، هو حدثه مرتفع كيف ينوي رفع الحدث؟ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى اعتمد في تحفة المحتاج أن المجدد ينوي، يصح أن ينوي رفع الحدث، قال يصح، وتبعه المصنف تلميذه، لكن ابن حجر، العلامة ابن حجر نفسه في بعض كتبه الأخرى في الفتاوى على سبيل المثال قال لا يكفي، قال لا يكفي أن ينوي المجدد رفع الحدث لأن حدثه مرتفع. وهذا الذي قاله العلامة ابن حجر في الفتاوى
هو الذي اعتمده كثير من فقهاء الشافعية، فاعتمده العلامة بامخرمة واعتمده العلامة الرملي، وقالوا إن الذي يجدد الوضوء لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه مرتفع. واضح؟ قال هنا أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم الحدث حتى في وضوء المجدد، أو الطهارة، أو الطهارة عنه، أو الطهارة. الطهارة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على وضوء، نية وضوء أو نية، أو نية الطهارة عنه، أي نية الطهارة عن ماذا؟ عنه. الضمير يعود إلى ماذا؟ بسم الله. نية الطهارة عن الحدث، المقصود نية الطهارة عن الحدث، يعني ويصح أن ينوي، هذه النية الرابعة الآن، ويصح أن ينوي الطهارة عن الحدث. طيب لو أنه نوى الطهارة فقط ولم يقيد ذلك عن حدث، يكفي أو لا يكفي؟ قالوا لا يكفي، لأن الطهارة تشمل إزالة النجاسة وتشمل رفع الحدث، الطهارة معناها عام، واضح؟ فلا بد أن تقيد ذلك، إذن لا بد أن تنوي الطهارة عن الحدث، فلو نوى الطهارة فقط لا يصح. مثاله بارك الله فيكم من كانت عليه جنابة ونوى الغسل فقط لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأن الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، والطهارة أيضا قد تكون طهارة واجبة وقد تكون طهارة مستحبة، وقد تكون طهارة بمعنى رفع الحدث وقد تكون طهارة بمعنى إزالة الخبث. إذن لابد أن يقيد فينوي الطهارة عن الحدث، فهمنا؟ ولذلك قوله هنا أو الطهارة عنه، قوله عنه هذا قيد لتفهم أنه لو نوى الطهارة فقط ولم يقيد ذلك بكونها عن حدث فإن ذلك لا يكفي. قال أو الطهارة عنه، أو الطهارة أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بوضوء، يعني عندما يتوضأ ينوي الطهارة لصلاة، أو ينوي الطهارة لطواف، أو ينوي الطهارة لمس مصحف، أو ينوي الطهارة لحمل مصحف، لأن هذه الأشياء لا تباح إلا بوضوء. إذن يمكن أنه ينوي الطهارة لفعل شيء مما لا يباح إلا بوضوء. فقال أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بوضوء، أو استباحة، يعني أو نية استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، يعني كل هذه النيات صحيحة، كل هذه النيات صحيحة. إذن خلاصة هذا الكلام نستطيع أن نقول إن المحدث، أو نقول إن الذي يتوضأ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون سليما، أو يكون دائم الحدث، أو يكون مجددا. كم هؤلاء؟ ثلاثة. السليم ماذا ينوي؟ كل هذه النيات صالحة للسليم، إذا نوى الوضوء صح، إذا نوى أداء فرض الوضوء صح، إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى الطهارة عن الحدث صح، إذا نوى الطهارة لنحو صلاة صح، إذا نوى استباحة مفتقر إلى وضوء صح. كم ذكر؟ ذكر خمس نيات أو ست نيات كلها صحيحة. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسليم. طيب دائم الحدث، نقول دائم الحدث يصح أن ينوي الوضوء ويصح أن ينوي أداء فرض الوضوء، لكن لا يصح أن ينوي رفع الحدث، ولا يصح أيضا أن ينوي رفع الحدث و نعم لا يصح أن ينوي رفع الحدث، لا يصح أن ينوي رفع الحدث، لكن يصح أن ينوي استباحة الصلاة. تمام. طيب المجدد ماذا ينوي؟ المجدد، المجدد يصح أن ينوي الوضوء، يصح أن ينوي أداء فرض الوضوء، يصح أن ينوي الطهارة للصلاة، يصح أن ينوي
وضوء التجديد، هل يصح أن المجدد ينوي رفع الحدث؟ لا. لماذا لا؟ لأن حدثه مرتفع. طيب، هل يصح أن المجدد ينوي استباحة الصلاة؟ المجدد ينوي استباحة الصلاة، يصح ولا يصح؟ ها؟ المجدد يتوضأ وينوي استباحة الصلاة، يصح ولا يصح؟ هو أصلاً لو لم يتوضأ الصلاة تباح له، صح؟ إذن كيف ينوي استباحة الصلاة؟ ولذلك نفس الكلام الذي اعتمده العلامة الرملي والعلامة بن مخرمة، أن المجدد لا ينوي لا رفع الحدث ولا ينوي استباحة الصلاة، لا ينوي هذا ولا هذا، خلافا للعلامة ابن حجر، واضح؟ خلافا للعلامة ابن حجر. ثم قال مسألة أخرى، قال ولا تكفي استباحة، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء. مسألة هذه مهمة. لو توضأتم لأفعل شيئا يستحب له الوضوء لا يجب له الوضوء، مثال: توضأت لأقرأ القرآن، الوضوء لقراءة القرآن لابد منه أو مستحب؟ مستحب. فأنا توضأت لفعل هذا الأمر، لقراءة القرآن أو لقراءة الحديث أو للأذان، قد مر معنا أن الطهارة للأذان مستحبة، فلو أن الإنسان توضأ لفعل ما تندب له الطهارة يكفي ذلك أو لا يكفي؟ قال لك ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء، أي ما يستحب له الوضوء. مثل ماذا؟ ما هي الأشياء التي يستحب لها الوضوء؟ مثل ماذا؟ قال كقراءة القرآن يستحب له الوضوء، والحديث أي وقراءة الحديث يستحب لها الوضوء، ودخول المسجد قال فقهاء الشافعية رحمهم الله يستحب الوضوء لدخول المسجد، وزيارة قبر، القبور عموما ليس مقيدا بقبور الصالحين أو كذا، زيارة المقابر مطلقا قالوا يستحب لها الوضوء، لأن الزائر عندما يزور شخصا في حال الحياة ينبغي أن يكون متوضئا متنظفا، وكذلك من باب الأدب مع الموتى إذا زار المقبرة فإنه يستحب أن يتوضأ. تمام. ثم قال الآن بعد أن تقرر لك المسألة سيعطيك الدليل، ما الدليل على أن النية فرض، على أن النية فرض من فروض الوضوء؟ قال والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، هذا الدليل، هذا الدليل على أن النية فرض في الوضوء. قال والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها. إيش معنى إنما صحتها لا كمالها؟ يعني إنما تصح الأعمال بالنيات، ليس المراد بالحديث إنما كمال الأعمال بالنيات. طيب هو يريد بهذا، بهذه العبارة إنما صحتها لا كمالها، يريد ماذا؟ يريد أن يرد على فقهاء الحنفية، لأن فقهاء الحنفية يقولون إن فروض الوضوء أربعة فقط، ما هي؟ قالوا هي المذكورة في الآية، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط. النية قالوا ليست واجبة، ليست فرضا في الوضوء. ما حكمها؟ قالوا النية مستحبة. الترتيب أيضا لم يذكروه في الفروض، واضح؟ والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب كما هو معروف في أصول الفقه، واضح؟ إذن عندهم فروض الوضوء كم؟ أربعة، ليس منها النية. وبالتالي عند الحنفية لو كان الإنسان محدثا ونسي أنه محدث فدخل البحر أو النهر ثم خرج، وبعد أن خرج تذكر أنه محدث، قال قد دخلت في البحر والنهر خلاص يكفي ذلك، أصلي مباشرة، لا بأس تصلي مباشرة. ولو كان الإنسان جنبا ونسي أنه جنب فانغمس في بحر أو نهر أو بركة ثم خرج، وبعد أن خرج تذكر أنه كان جنبا، يكفيه ذلك الانغماس في رفع الحدث،
ويمكنه أن يصلي مباشرة مع أنه لم ينوي، مع أنه لم ينوي. طيب نقول لهم أليست النية مذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ قالوا نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد إنما ثواب الأعمال بالنيات، وليس المراد إنما صحة الأعمال بالنيات. الأعمال تصح بلا نية، لكن الثواب عليها لابد له من نية. واضح ولا؟ فهم النية عندهم لابد منها في حصول الثواب وليس في صحة العبادة، في حصول الثواب وليس في صحة العبادة. ولذلك قال لك هنا العلامة المنباري رحمه الله: عندنا يختلف الأمر معشر الشافعية، فعندنا النية لابد منها في صحة العمل، في صحة العبادة، ليس فقط في حصول الثواب. أما عند الحنفية فالنية عندهم تكون لحصول الثواب، أما العمل فيصح بلا نية. وطبعا فقهاء الحنفية لا يقولون هذا في كل العبادات، وإنما يقولون هذا في عبادات معينة، وهي العبادات التي هي معقولة المعنى، والتي هي كما يقول بعضهم عبادات وسائل، فالوضوء وسيلة للصلاة والغسل وسيلة للصلاة. أما العبادات التي هي غير معقولة المعنى كالتيمم قالوا لا بد من نية، وذلك بارك الله فيكم لأن الماء كما يقول فقهاء الحنفية يقول إن الماء خلق، خلقه الله عز وجل لتطهير، فأنت انغمست في البركة، انغمست في الماء أنت تطهرت. الماء هذا خلقه الله عز وجل لتطهير، ما دام أنك انغمست أنت تطهرت حتى ولو لم تنوي، مباشرة تنغمس أنت متطهر. واضح ولا؟ هذه وجهة نظره، وهذه وجهة نظر فقهاء الحنفية رحمهم الله. ولذلك العلامة المنباري رحمه الله تعالى أراد أن يرد عليهم فقال إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها. يعني بارك الله فيكم في بعض روايات الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. الأصل، الأصل أن هذا الأسلوب في اللغة العربية لا عمل يعني لا يوجد عمل، هذا الأصل. لما تقول لا رجل في الدار يعني لا يوجد، صح؟ فالأصل أن كلمة لا عمل يعني لا يوجد، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن الآن قد يقول لك شخص عندنا زيد وعندنا عمرو، زيد يقول أنا توضأت، تمام، وعمر يقول لك أنا توضأت، لكن عمر يقول أنا توضأت ولم أنوي، انغمست في بركة مثلا، وزيد يقول أنا نويت مثلا. واضح؟ بالنسبة لعمر زيد وضوءه صحيح لا إشكال، لكن بالنسبة لعمر هل عمله هذا موجود أو غير موجود؟ على كلام فقهاء الحنفية يقولون إن وضوءه موجود يعني صحيح لكن بدون ثواب. على كلام فقهاء الشافعية يقولون ماذا؟ غير موجود. من الأقرب إلى هذا؟ كلام الشافعية أو كلام الحنفية؟ ولذلك كلام الشافعية أقرب إلى قواعد اللغة العربية. الذين ينفون الصحة قريبون جدا من كونه غير موجود، يعني غير موجود شرعا. واضح؟ غير موجود شرعا. ولذلك كان كلام الشافعية أقرب. أما الحنفية يقولون موجود لكنه بدون ثواب. واضح؟ فجعلوا النفي للكمال. ثم قال، قال والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها. وطبعا بارك الله فيكم النية لها سبعة أحكام جمعها الناظم فقال: حقيقة، حكم، محل، وزمن. حقيقة، حكم، محل، وزمن. كيفية، شرط، ومقصود حسن. سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن. كيفية، شرط، ومقصود حسن. نذكرها سريعا لأنها قد تكررت معكم. حكم الأول حقيقة النية، فالنية معناها لغة القصد، ومعناها شرعا قصد الشيء مقترنا
بفعله. فالنية لا تتقدم على الفعل ولا تتأخر عن الفعل، إنما تقارن أول الفعل كما سيأتي غالبا. هذه حقيقة النية. وأما حكم النية فهو الوجوب غالبا، النية في الغالب تكون واجبة، واضح؟ غالبا. ويستثنى من الغالب مسائل، منها إزالة النجاسة، فالنية في إزالة النجاسة مستحبة، ومنها تغسيل الميت، فنية تغسيل الميت مستحبة. قال حقيقة حكم محل، محل النية القلب، ويستحب التلفظ بها، قالوا ليساعد اللسان القلب، وإلا فلا عبرة بما في اللسان، العبرة بما في القلب، لأن اللسان إذا تلفظ هذه ليست نية شرعا. يعني حتى الفقهاء يقولون لك إن تلفظ اللسان ليس نية. لماذا ليس نية؟ لأن التلفظ مثلا في الصلاة، نويت أن أصلي فرض الظهر أداء كذا كذا مثلا، متى تقول هذا؟ تقول هذا قبل تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام؟ قبل تكبيرة الإحرام، هذه ليست نية، لأن النية شرطها أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، هذه ليست نية. طيب لماذا؟ قالوا فقط ليذكر اللسان القلب، حتى يستحضر القلب، واضح؟ هذا فقط تذكير، مساعدة يقدمها اللسان للقلب حتى يتذكر، وإلا فهذه ليست نية. فهمنا ولا؟ قالوا، وطبعا ليس الشافعية وحدهم الذين قالوا يستحب التلفظ، حتى الحنابلة. طيب يقول قائل ما دليلهم؟ هذا دليلهم، دليلهم هذه القاعدة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالنية مطلوبة والتذكير للنية مطلوب، هذا دليلهم. طيب وطبعا دليلهم القياس على الحج، إذا قال أحرمت بحج ونحو ذلك، لكن ليس هذا موضع بسط المسألة، قد بسطتها في مقطع مشهور تداولوا كلهم. طيب حقيقة حكم محل وزمن، متى زمن النية؟ نقول زمن النية أول العبادة غالبا، أول العبادة غالبا، غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأنه يوجد عبادات يجوز أن تتقدم النية قبل العمل، مثل الزكاة، فالزكاة يجوز أن تكون النية عند إعطائها للوكيل مثلا، واضح؟ قبل أن يعطيها الوكيل للمستحقين مثلا. وأيضا في الصوم تتقدم النية على أول العمل. في الأضحية، إذا اشترى أضحية وقال هذه أضحيتي، واضح؟ تقدمت النية. إذن في بعض العبادات يصح أن تتقدم النية على أول العمل. قال حقيقة حكم محل وزمن، كيفية، كيف ينوي؟ كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب، ولذلك مر معنا قبل قليل كيف ينوي في الوضوء، ينوي الوضوء، ينوي أداء فرض الوضوء، ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة الصلاة، استباحة مفتقر إلى وضوء، إلى آخر، هذه الكيفية. وقلنا إن المجدد مثلا على معتمد باء مخرمة الرملي لا ينوي رفع الحدث، المجدد لا ينوي استباحة الصلاة، واضح؟ وقلنا إن دائم الحدث لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي استباحة الصلاة. إذن يختلف في باب الصلاة، ماذا ينوي؟ تختلف نية الصلاة عن نية الوضوء، وتختلف نية الوضوء عن نية الغسل، وتختلف نية الغسل عن نية التيمم، ونية صلاة الفرض عن نية صلاة النفل، تختلف. ولذلك نقول كيفية النية تختلف باختلاف أبواب العبادات. طبعا هناك عبادات لا يشترط لها نية أصلا، لا يشترط لها نية، مثل الأذان، الأذان لا يشترط له نية. يعني مثال، لو أن إنسان يريد أن يجرب صوته بالأذان فأذن، وصادف أن الأذان حصل بعد دخول وقت الظهر، خلاص يجزئ هذا الأذان، يجزئ، يقول أنا ما نويت بهذا الأذان أن أذان الظهر، أنا نويت فقط أن
أسمعكم صوت الجميل بالأذان، نقول يكفي هذا. واضح بارك الله فيكم. فالأذان لا تشترط له نية، من العبادات التي لا تشترط لها النية. تمام. قال: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط. شروط النية أربعة: الإسلام والتمييز فلا تصح النية من كافر، والتمييز فلا تصح النية من غير مميز كمجنون وصبي غير مميز، والعلم بالمنوي. العلم بالمنوي، يعلم الصلاة كيف ينوي شيئا لا يعلمه، يعلم الوضوء كيف ينوي الوضوء وهو لا يعلم كيفية الوضوء، كيف ينوي الصلاة وهو لا يعلم كيفية الصلاة، لا بد أن يعلم المنوي. وعدم المنافي فلا يتردد في النية ولا يعزم على قطعها مثلا. طيب، آخر شيء قالوا: مقصود النية. مقصود حسن. النية لها مقصدان: المقصد الأول تمييز العادات عن العبادات، تمييز العادات عن العبادات. الإنسان إذا اغتسل، نحن لا نعرف هل اغتسل غسل عادة لتبرد أو تنظف، أو اغتسل غسل عبادة كجنابة أو جمعة، لا نعرف، صح؟ من الذي يميز؟ النية. إذن مقصد النية التمييز بين العادات والعبادات. المقصد الثاني أنها تميز بين مراتب العبادات، بين مراتب العبادات، فتميز بين عبادة واجبة وعبادة مستحبة. دخل شخص فصلى ركعتين، ماذا صلى؟ يمكن أنه يصلي قضاء الفجر، صح؟ ويمكن أنه يصلي تحية المسجد، ويمكن أنه يصلي راتبة الظهر البعدية التي انشغل عنها. ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا؟ النية تميز بين مراتب العبادة. إذن هنا ماذا ذكر لك المصنف؟ ذكر عندما قال: أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء. هذا بيان لماذا؟ هذا بيان لكيفية النية. انتهى من كيفية النية، الآن سيبين لك زمن النية متى تنوي. فقال: ويجب قرنها، أي مقارنتها، ويجب قرنها عند أول غسل جزء من الوجه. أول جزء يغسل من الوجه يجب أن تقارنه النية ليتم الاعتداد بما فعل. واضح؟ مثلا لو أنا لم أنوي فغسلت هذا الجزء من الوجه، ثم نويت عند غسلي لهذا الجزء من الوجه، يعتبر هذا هو الأول، هذا لا يعتد به شرعا لأنه كان قبل النية. واضح؟ ولذلك قال لك هنا: ويجب قرنها عند أول غسل جزء من الوجه، فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها. ووجب إعادة غسل ما سبقها، أي ما سبق النية. فهذا الجزء الذي سبق النية يجب علي إعادة غسله مرة ثانية. ثم قال: ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه. مرة أخرى أسألكم: متى ينوي؟ عند أول العبادة، صح؟ طيب، ما هو أول فرض من فروض العبادة، من فروض الوضوء؟ الوجه. إذن يجب عليك أن تنوي عند غسل الوجه. طيب، لو قال قائل: أنا في بداية الوضوء بدأت بأول سنة من سنن الوضوء، أول سنة من سنن الوضوء على معتمد الرملي السواك، فبدأت بالسواك، تمام، ثم غسلت الكفين وبسملت، ثم تمضمضت واستنشقت، هذه سنن، أربع سنن. طيب، قال: أنا عندما توضأت نويت رفع الحدث عندما استعملت السواك. ما ينفع، ما ينفع ذا. ليش ما ينفع؟ لأن هذه النية ليست عند أول فرض، ليست عند أول فرض، لابد أن تكون النية الواجبة التي هي نية فرض الوضوء، التي هي نية الوضوء متى؟ عند غسل الوجه، ليس قبله، ليست بالسنة المتقدمة على الوضوء. فهمنا؟ طيب، لو قال قائل:
السنن التي قبل أنا أريد أن أثاب عليها، كيف أفعل؟ نقول تنوي لها نية أخرى مستحبة، فعندك نيتان، النية المستحبة تبدأ مع أول سنة من سنن الوضوء، النية المستحبة تبدأ مع أول سنة من سنن الوضوء، والنية الواجبة تكون متى؟ عند غسل الوجه. إذن عندك نيتان في الوضوء، نية مستحبة تكون عند أول سنة من سنن الوضوء، ونية واجبة تكون متى؟ عند غسل الوجه. طيب لو نويت النية الواجبة من البداية يكفيه؟ نقول إذا استصحبتها ذكرا حتى غسلت شيئا من الوجه كفت، إذا استصحبتها ذكرا حتى غسلت شيئا من الوجه كفت. انظر ماذا قال: ولا يكفي قرنها بما قبله، ولا يكفي قرنها أي النية بما قبله أي بما قبل الوجه، واضح؟ ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه. مفهومه أنه إذا استصحبها حتى غسل شيئا من الوجه فإنها تكفي، واضح؟ لو استصحب النية حتى غسل شيئا من الوجه فإنها تكفي. المقصود بالنية هنا التي هي النية الواجبة، يعني لو نوى النية الواجبة عند السنن واستصحبها إلى أن غسل شيئا من الوجه فإنها تكفي. قال: ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه، فإن استصحبها، مفهوم الكلام، إلى غسل شيء من الوجه فإنها تكفي. ثم قال: وما قارنها هو أوله، أي وما قارن النية فهو أول الوضوء، لأن النية تكون في أول العمل. قال: وما قارنها هو أوله. ثم فرع على ذلك فقال، أو أوضح ذلك فقال: فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي، حمرة الشفة هذه تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه، فأنا أخذت ماء للمضمضة، هذا الماء للمضمضة، تمام، وعندما تمضمض انغسل بعض حمرة الشفة، وكنت ناويا رفع الحدث، يعني كنت ناويا النية الإيش؟ الواجبة أو المستحبة؟ الواجبة. إذن ثلاث أشياء: أردت المضمضة، تمام، وانغسلت حمرة الشفة، وأنا ناوي نية واجبة، ثلاث أشياء. طيب حينئذ نقول هذه النية الواجبة تجزئك أيها المتوضئ ويكفي، يعتد بها، واضح؟ لكن المضمضة لا تحصل لك. لماذا لا تحصل لك؟ لأن شرط المضمضة أن تكون متقدمة على غسل الوجه، والآن أنت غسلت بعض الوجه مع المضمضة فلم تتقدم المضمضة، فهمنا أو لا؟ ها؟ أنا أقول لكم أولا فهمنا أو لم؟ وصلت المعلومة أو لم تصل؟ بعدين بقول لك كيف نتحلها، بس أمشي الآن توصل الصورة. مرة أخرى، أخذت الماء، تمام؟ أتمضمض، وعندما تمضمضت انغسلت بعض الشفة، وكنت ناويا ماذا؟ رفع الحدث، فالآن انغسل بعض الوجه، صح؟ انغسل بعض الوجه، يقول لك إن المضمضة فاتت. لماذا فاتت؟ لأن شرط المضمضة حتى تحصل السنة أن تكون قبل غسل الوجه وليس مع غسل الوجه. الآن أنت تمضمضت مع غسل بعض الوجه، إذن المضمضة لا تحصل، فهمنا أو لم؟ ولذلك انظر ماذا قال: فتفوت سنة المضمضة. متى تفوت سنة المضمضة؟
إن انغسل معها شيء من الوجه بهذا الشرط. إن انغسل معها شيء من الوجه. طب إذا لم ينغسل شيء من الوجه ما تفوت. كيف يعني؟ بعض الفقهاء يعني قال ممكن بأنبوب مصاصة، عرفت؟ ها؟ حتى لا ينغسل شيء من الوجه. بعض الفقهاء يقول هكذا، تمام؟ قال فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية. أنا أريدك أن تكتب بعد النية الواجبة حتى تتضح. طيب كيف المخرج؟ يقول لك كيف المخرج؟ لا، في مخرج سهل ذكرته قبل قليل. المخرج أنك تنوي نيتين، النية المستحبة عند أول السنن، فإذا وصلت إلى غسل الوجه عندما تغسل الوجه تنوي النية الواجبة، فلا تكون النية الواجبة عند المضمضة بل تكون النية الواجبة عند غسل الوجه. هذا المخرج. فعندك نيتان، نية مستحبة تكون من أول السنن، ونية واجبة تكون من أول الفروض، وأول فروض الوضوء هو غسل الوجه. إلا إن كان بتعمل بموضوع الأنبوب هذا لا بأس، واضح؟ لكن هذا مخرج، هذا هو المخرج. ولذلك هو يقول لك انظر ماذا قال علامة المنيباري، قال فالأولى الأفضل، لأن الآن يأتي السؤال مثل ما سأل زميلكم يقول كيف نعمل. يقول لك العلامة المنيباري رحمة الله عليه فالأولى أن يفرق النية. كيف يفرق النية؟ قال بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء. هذه النية المستحبة التي سنويها عند أول السنن، تمام؟ ثم فرض الوضوء. إيش تقدير الكلام؟ ثم ينوي فرض الوضوء عند غسل الوجه. هذا تقدير الكلام، واضح؟ يعني كم نيات الآن سيكون أو المتوضئ لديه نيتان، نية مستحبة من أول السنن، ونية واجبة من أول الفرائض، واضح؟ قال فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، ثم ينوي فرض الوضوء عند غسل الوجه. ما فائدة هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ يقول لك تفعل هذا حتى لا تفوتك، حتى لا تفوت عليك سنة المضمضة، وحتى تثاب على السنن من بدايتها، واضح؟ حتى تثاب على السنن من بدايتها، وحتى لا تفوت سنة المضمضة والاستنشاق. ولذلك قال لك حتى لا تفوت الفائدة. الآن فائدة هذا، ما فائدة هذا؟ قال حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله، أي من أول الوضوء، هذه الفائدة الأولى. وحتى لا تفوت فضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة، واضح؟ حتى لا تفوت هذه أيضا، يعني حتى لا يفوتك استصحاب النية من أول الوضوء، وحتى لا تفوت فضيلة المضمضة والاستنشاق، قال مع انغسال حمرة الشفة. يعني كان الأولى أن يقول بسبب أو بانغسال حمرة الشفة، لأن المضمضة والاستنشاق متى تفوت؟ تفوت المضمضة والاستنشاق بانغسال، أي بسبب انغسال حمرة الشفة. فهمنا هذه المسألة ولا؟ نعم. هذه فيها خلاف طويل في المذهب، لكن هذا يعني أعطانا خلاصته هنا، وإلا في كلام طويل للفقهاء، يكفي هذا الذي ذكرناه. قال وثانيها غسل ظاهر وجهه، ثانيها أي ثاني فروض الوضوء، غسل ظاهر وجهه. طيب لماذا قال ظاهر؟ قال ظاهر لتعلم أنه لا يجب عليك أن تغسل في الوضوء باطن الفم وباطن الأنف، فلا يجب عليك في الوضوء المضمضة والاستنشاق، لا يجب، لأن المضمضة والاستنشاق مستحبان عند الشافعية، واضح؟ ولذلك قال لك ثانيها غسل ظاهر وجهه، ظاهر لا باطن. نعم، قال الفقهاء إذا كان في الفم نجاسة،
إذا كان في الفم نجاسة أو كان في الأنف نجاسة فيجب غسلها. لماذا؟ قالوا لأن أمر النجاسة أغلظ من أمر رفع الحدث. واضح؟ أمر النجاسة أغلظ، لكن في الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى داخل الأنف ولا إلى داخل الفم. قال وثانيها غسل ظاهر وجهه لآية فاغسلوا وجوهكم. وهو من هو؟ وهو طولا من؟ الوجه. الوجه الآن سيعلمنا ما هو الوجه. كل واحد عنده وجه، لكن هنا الآن ستجد كلام يبين لك وجهك بالتحديد من أين إلى أين. تمام. قال وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا. غالبا لماذا؟ لأن بعض الناس ينبت له شعر من هنا فلا يقول وجهي يبدأ من هنا، لا. واضح؟ بعض الناس عنده صلع مثلي مثلا، واضح؟ فلا يمكن أن يكون الوجه من هنا. تمام؟ أيوة. قال وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا وتحت منتهى لحييه. وتحت منتهى لحييه الأفصح في اللحية إذا كانت مفرد كسر اللام، وإذا كانت مثنى فتح اللام. لا، لحييه، لحية لحييه هكذا. قال وتحت منتهى لحييه. انظر، قال وتحت. لماذا قال وتحت؟ ليبين لك أن هذا يجب غسله، هذا يجب غسله. تمام. أما ما تحته لا يجب، لكن إلى هنا يجب. فهمنا؟ قال منتهى لحييه بفتح اللام فهو من الوجه دون ما تحته، دون ما تحت منتهى لحييه. قال والشعر النابت على ما تحته، أي عفوا والشعر. قال فهو من الوجه دون ما تحته، أي دون ما تحت منتهى لحييه. والشعر معطوف على ماء الموصولة، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. تمام. قال وعرضا، الوجه عرضا ما بين أذنيه، من الوتد إلى الوتد، من وتد الأذن إلى وتد الأذن. قال ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب. الهدب هو الشعر الذي يكون فوق الجفن، هذا الذي ينبت في الجفن. والإنسان عنده أربعة أهداب، في كل عين اثنان. تمام. قال وحاجب هو الشعر الذي ينبت فوق العين، هذا قالوا يحميها من أشعة الشمس. وعنفقة التي الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى. وإذا كانت عنفقة هنا، بعض الناس عندهم أيضا شعر هنا وهنا هكذا، ها، يسمى النفكتين، هذا الذي هنا هنا. نعم. قال ولحية وهي ما نبت على الذقن، هنا لحية ما نبت على الذقن. نعم. قال وهو مجتمع اللحيين، هذا مجتمع اللحيين، هذا لحي، هذا العظم يسمى لحي وهذا العظم يسمى لحي، يجتمعان هنا، فما نبت على الذقن يسمى لحية، وهذا يسمى عارض. هذا يسمى ماذا؟ عارض. نعم. قال وعذار، إن العذار هذا، هذا واضح، يكون فوق العارض، هذا العارض وهذا فوق العارض. نعم. قال وهو وعذار وهو ما نبت على العظم المحاذي للأذن، العظم المحاذي للأذن هذا. تمام. قال وعارض، ما هو العارض؟ وهو من حط عنه، يعني ما نزل، من حط يعني ما نزل عنه، يعني عن العذار، العذار هنا، العارض ما نزل عنه هنا. نعم. هذا ولذلك قلت لك العارض ما نبت على عظم اللحي. ما هو عظم اللحي؟ عظم اللحي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان السفلى، واضح؟ فالشعر الذي ينبت على عظم اللحي هذا
يسمى عارف، أعلاه قليلا العذار، تمام، وهذا الذي ينبت على الذقن يسمى لحية. فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال وعارض وهو من حط عنه إلى اللحية. ثم قال ومن الوجه حمرة الشفة، أي إذا توضأت فيجب عليك أن تغسل شفتيك لأنهما من الوجه، وإذا كانت الشفتان من الوجه فإننا نقول المرأة التي تضع صبغة على شفتيها إذا كانت هذه الصبغة دهنية لكنها لا تمنع وصول الماء فإن هذا لا يؤثر، وأما إذا كانت هذه الصبغة تمنع وصول الماء كما يقول بعض النساء وأنا لا أعلم التفاصيل، تمام، أنه يوجد أنواع من الصبغة تكون تشكل طبقة، هنا تشكل طبقة، فهذه لا يصح الوضوء مع وجودها إذا كانت تشكل طبقة بحيث تمنع وصول الماء لأن حمرة الشفح من الوجه. فهمنا؟ قال وموضع الغمم، أين الغمم؟ الغمم هو الشعر النابت على الجبهة، الشعر النابت على الجبهة، بعض الناس عندهم شعر إلى هنا، يعني ينزل الشعر ينبت هنا في الجبهة، ليس يكون في الرأس وينزل، لا، ينبت في الجبهة نفسها، واضح؟ والعرب لا تحب هذا، العرب يمدحون الإنسان الرجل إذا كان أنزع، أنزع أنزع يعني قليل الشعر في الوجه، يقولون إن هذا يدل على الشهامة والكرم في علم الفراسة، هذا يقول إذا كان أنزع يعني شعره قليل في وجهه يدل على الشهامة والكرم، بخلاف ما لو كان عنده شعر في 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 موضع الغمم، وكذلك إذا كان شعره طويل هنا هذا يقول يدل على البلادة، بليد يعني. ولذلك قال الشاعر لزوجته، يوصي زوجته إذا مات هو وأرادت أن تتزوج يقول لها فلا تنكحي يعني لا تتزوجي، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، يعني لا تتزوجي واحد عنده شعر كثير هنا في القفا وعنده شعر أيضا في وجهه، هذا لا ينفع يعني، واضح، فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. قال ومن الوجه حمرة الشفة، واحد، وموضع الغمم وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح، وهو ما نبت عليه من الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، النزعة بتحريك الزاي، نزعة ليست النزعة، النزعة هكذا. قال دون محل التحذيف، ما معنى دون محل التحذيف؟ يعني محل التحذيف ليس من الوجه لا يجب غسله. ما هو محل التحذيف؟ ما هو محل التحذيف؟ يمكن يا داروين تأتي لهنا حتى نشرح لهم محل التحذيف، يمكن أن تخلع النظارة وأن تقف هكذا، نعم، ليس هكذا وإنما هكذا، نعم، أحسنت، عفوا، من هنا من أعلى الأذن إلى هذا، إلى هنا، هذا يسمى محل التحذيف، هذا يقول لك محل التحذيف هذا، فهمنا، ليس من الوجه لا يجب غسله، هذا يسمى محل التحذيف، هذا ليس من الوجه، فهمنا، نعم. انظر ماذا قال، وهو ما نبت عليه من الشعر الخفيف بين ابتداء العذار، ابتداء العذار، وقلت لكم العذار يكون مقابل الأذن، ها، والنزعة إلى هنا، هذا الشعر الذي هنا، تمام، هذا يسمى محل التحذيف، لا يجب غسله. طيب، قال دون محل التحذيف، انتبه، قال في الأصح، قوله في الأصح يشير إلى ماذا؟ إلى وجود خلاف. الرأي الثاني ماذا يقول؟
الرأي الثاني يقول إن محل التحذيف من الوجه فيجب غسله. يعني في رأي حتى في المذهب يقول لك إن محل التحذيف هذا من الوجه فيجب غسله. ولذلك سيعطيك بعد في نهاية الدرس سيعطيك قاعدة أن كل شيء اختلفنا هل هو من الوجه أو ليس من الوجه، المعتمد أنه ليس من الوجه يستحب أن يغسل خروجا من الخلاف. يعني هذا يستحب مع أنه المعتمد ليس من الوجه، محل التحذيف ليس من الوجه، لكن مع ذلك يستحب أن يغسل خروجا من الخلاف، لأن في خلاف وخلاف قوي. يعني لما يقول لك في الكتاب الأصح، الأصح يعني خلاف قوي، بخلاف لما يقول لك الصحيح، لأن الذي يقابل الأصح الصحيح، والذي يقابل الصحيح الضعيف. فعندما يكون الخلاف قويا يقول ماذا؟ الأصح، القول الثاني قوي. انتبه، ما هو القول الثاني؟ صحيح. لكن إذا كان الخلاف ضعيفا يقول لك الصحيح، لأن الرأي الآخر إيش؟ ضعيف. فهنا عبر بماذا؟ بالأصح. قال دون محل التحذيف على الأصح، وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، ودون وتد الأذن. وتد الأذن هذا الذي هو عالي قليلا في الأذن، هذا بارك الله فيكم أيضا ليس من الوجه فلا يجب غسله. قال والنزعتين، أيضا النزعتين ليستا من الوجه. إيش النزعتين؟ النزعتين هكذا، هذا أنا عندي كثير هنا، انظر هنا يوجد هكذا ويوجد هكذا، ها هذه تسمى الواحدة النزعة والمثنى النزعتين، هذه أيضا ليست من الوجه، هذه من الرأس، هذه من الرأس ليست من الوجه، فلا يجب إيصال الماء إليها عند غسل الوجه. تمام. قال والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية. ما معنى يكتنفان؟ يعني يحيطان بالناصية، يحيطان هذه الناصية، يحيطان بالناصية، واضح؟ قال وموضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر. موضع الصلع وهو ما بين النزعتين هنا، واضح؟ مثلي هكذا، واضح؟ هذا ليس من الوجه، الصحيح أنه المعتمد أنه ليس من الوجه، فهمنا؟ قال وموضع الصلع وهو ما بينهما، ما بين إيش؟ ما بين النزعتين إذا انحسر يعني ذهب زال تمام عنه الشعر. ثم قال ويسن غسل كل ما قيل إنه إيش عندكم؟ ليس من الوجه. كلمة ليس هذه لا حاجة لها، تغير المعنى. يعني الذي قيل إنه ليس من الوجه مفهومه قيل أنه ليس من الوجه أننا نحن نقول أنه من الوجه، مفهوم العبارة لو قلنا لو تركنا ليس على بابها، قيل أنه ليس من الوجه ماذا نقول نحن؟ أنه من الوجه، إذن يجب غسله، صح أو لا؟ فهمنا. لكن أبعد ليس، ويسن غسل ما قيل إنه من الوجه، قيل إنه من الوجه وعندنا ليس من الوجه، عندنا ليس من الوجه لكن قيل إنه من الوجه فيسن غسله. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرت لك، موضع التحذيف، مثل موضع الصلع، مثل النزعتين، تمام؟ أيوة. ثم قال ويجب غسل ظاهر وباطن كل الشعور السابقة، هذا يحتاج إلى تفصيل طويل وإلى تشجير على السبورة، لكن لا يليق أن يكون في آخر الدرس، الذي يليق أن يكون في آخر الدرس بارك الله فيكم مسألة نختم بها الدرس، وهي مسألة معاصرة. يوجد شيء عند النساء، والنساء عندهن أشياء كثيرة من نوازل العصر، شيء عند النساء يسمى الرموش الصناعية. قد ذكرت لكم من قبل مسألة الأظافر الصناعية، صح؟ مسألة اليوم مسألة الرموش الصناعية. الرموش الصناعية كما قرأت في الانترنت وكما سألت نسائي
لا أقصد نساء يعني زوجاتي يعني قريباتي، يعني عندي زوجة واحدة فقط. تمام. قالوا إن هذه الرموش الصناعية بارك الله فيكم لا يمكن أن توضع إلا بمادة لاصقة، لابد أن يوضع صمغ أو نحوه خاص يعني، ثم توضع يوضع الرمش هذا ويلصق. واضح؟ أيوة. هذا أو هذه الرموش الصناعية إذا ألصقت فإن هذه المادة اللاصقة ولا بد ستمنع إيصال أو وصول الماء إلى هذا الموضع حتى وإن كان الموضع صغيرا، لكن هذه المادة اللاصقة ستمنع وصول الماء إلى هذا الموضع. وبالتالي نقول المرأة إذا كانت عندها الرموش هذه الصناعية واضح فإن وضوءها لا يصح، فإن وضوءها لا يصح. هذا بارك الله فيكم من حيث ماذا؟ من حيث صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء. بعدين تأتي مسألة أخرى، هل يجوز لها أصلا أن تلبس هذا أو لا يجوز؟ ها؟ كيف؟ يعني نفترض أن المرأة حائض وأرادت أن تصنع هذا، يمكن؟ ألا يدخل هذا في الوصل؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة؟ كيف؟ يدخل في الوصل ولا يدخل؟ ما رأيكم؟ ها؟ وما حكم الوصل أصلا؟ أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر، ها؟ أي شعر؟ شعر هنا شعر هنا شعر هنا شعر، ها؟ تحريم؟ بدون تفصيل؟ على كل حال يعني مذهب الشافعية أن المرأة إذا وصلت شعرها ننظر، إن كان هذا الشعر نجسا حرام، وإن كان شعر آدمي حرام، وإن كان شعرا طاهرا وهي متزوجة بإذن زوجها فإنه جائز. كم شروط؟ 3 شروط. إذا كان الشعر ماذا؟ طاهرا، وكانت وغير آدمي، أحسن، شعر طاهر غير شعر الآدمي، يعني شعر مثلا مصنوع مثل هذا يكون مصنوع غالبا من بلاستيك أو من بعض المواد، يعني شعر قلنا طاهر غير آدمي بإذن الزوج إذا كانت متزوجة بإذن الزوج، 3 شروط فهو جائز عند الشافعية بهذه الشروط الثلاثة، فهو جائز. نعم. وبالتالي إذا كان هذا في شعر الرأس جائز وهو الذي ورد فيه النص، قال الشافعي بجوازه إذا تحققت هذه الشروط 3، فالذي يظهر من كلامهم أيضا أنهم سيجوزون هذا، أي وضع الرموش الصناعية بالشروط 3. إذا كانت هذه الرموش ليست من شعر آدمي، واليوم هذا هو ليست من شعر آدمي وطاهرة وللمتزوجة بإذن الزوج، للمتزوجة بإذن الزوج، نعم، فيجوز. هذا من حيث الحكم الجواز وعدم الجواز. لكن طبعا ليس هذا بحث درسنا، بحث درسنا يصح الوضوء أو لا يصح الوضوء. واضح؟ يصح الوضوء أو لا يصح الوضوء. نقول حتى لو قلنا يعني بالجواز أو قلنا بالتحريم، لكن على المذهب جائز يعني بهذا التفصيل. أما إذا كان لغير المتزوجة لا يجوز، وإذا كان بشعر النجس لا يجوز، وإذا كان بشعر آدمي لا يجوز لحرمته. تمام. فحينئذ نقول إذا ركبت المرأة حتى لو آثمات مثلا، يعني فعلت هذا آثمة، نتكلم تسأل الوضوء يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن هذا الرمش أو هذه الرموش يعني لا يمكن أن تثبت إلا بوضع مادة لاصقة. المادة اللاصقة هذه بارك الله فيكم تمنع وصول الماء. يقولون والله أعلم
أنه يوجد بعض الأنواع لا تمنع وصول الماء، إن ثبت هذا فهذا لا بأس، واضح. طيب، ومسألة أخرى معاصرة أيضا، الذي عنده أسنان، تركيب أسنان، يصح وضوءه ولا يصح؟ يصح في المذهب الشافعي، يصح، لأن المضمضة والاستنشاق سنة، ليس لا يجب إيصال الماء. يعني حتى لو قلنا يجب إيصال الماء على مذهب الحنابلة مثلا إلى الأنف وإلى الفم، واضح، فلا علاقة للأسنان بوصول الماء، لأنهم يقولون يجب وصول الماء إلى الفم، لا يقولون يعني إلى ما تحت الأسنان، لا يقول هذا أحد، واضح. وبالتالي سواء كان الإنسان عنده أسنان مركبة أو صناعية أو ما شابه ذلك، يعني إما أنها كلها تركيبة أو بعض الأسنان أو كذا، فإن هذا لا يؤثر على صحة الطهارة، سواء كانت الطهارة وضوءا أو غسلا. تمام، نقف هنا، إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على الشعور وأقسامها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamiur Rahman As-Salafi.